بسم الله وكفى وسلم على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد اخوتي الكرام مع الرقاق، وايضا كما قلنا نتدرب يعني نلين حتى نبدا ان شاء الله يوم الجمعه مع الكتب جميعا نسير عليها. كتاب شبهات المبتدعه، لكن نبدا بالرقاق الان من سنن الدارمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعض. اللهم اغفر لنا والشيخين والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مسند الإمام الدارمي، وما زلنا مع كتاب الرقاق. قال: باب إذا تقرب العبد إلى الله. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان قال عن شهر بن حوشب عن معدي كرب قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ابن آدم، إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد ألا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا من أرجى الأحاديث، هذا الحديث من أرجى الأحاديث ومن من أعظم الأحاديث نفعا على الإنسان. أبو ذر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، هنا يرويه عن ربه، هذه فيها دلالة على التفريق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. فالحديث النبوي والحديث القدسي الفارق بينهما فقط النسبة، فهما سواء. لا يقال بأن حديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ والمعنى، الحقيقة كل لفظ ومعنى من الله جل وعلا، النبوي والقدسي، والفرق بينهما فقط هي النسبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى تصريحا فينسبه لله جل وعلا فيكون هذا حديث قدسي. أما إذا قال هو قال رسول الله إذن يعني لا يكون حديثا نبويا، فهنا حديث قدسي هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرويه عن ربه، كان يقول قال الله تعالى فيروي عن ربه، وهذه كما قلنا أنه النسبة هنا لله جل وعلا. قال الله تعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني. يا ابن آدم، هذا يعني فيه قاعدة أصولية مهمة جدا في هذا الباب. وش هي أيضا؟ نعم، لازم إيه؟ جذب الانتباه. هذه القاعدة الأصولية. يا صاحب اللقطة، كن في اللقطة. يا ابن آدم، هذه إضافة عم، يعني الجميع، كل ابن آدم الذي أخطأ والذي عصى والذي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. يبقى إذن يقول ابن آدم إنك ما دعوتني، المسألة واقفة على فعل العبد أن يدعو الله جل وعلا، وهذه فيها دلالة على حياء الله وكرم الله، حياء كرم وجود وعطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فردهما صفرا، في رواية قال فردهما خائبتين، وهذه أفضل وأرجى ما كل إنسان أن يرفع يديه لله جل في علاه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا، إن الذي أو سميعا بصيرا الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته إن رحمة الله قريب من المحسنين إنك ما دعوتني ورجوتني. وهذه أيضا فيها إشارة إلى أمر مهم جدا في علاقة العبد مع ربي جل في علاه، الاستكانة والتضرع. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن تكون منكسرا بين يدي الله جل في علاه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. قال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، يعني مهما كان، وهذه من أرجى نقيل في المغفرة، غفرت لك على ما كان فيك سواء الكبيرة أو الصغيرة المصر عليها، أو كنت ما كنت من الانحراف والتجاوز والتعدي، انظر إلى رحمة الله جل وعلا، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، كل شيء أغفره لك. وهذه يعني إذا 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 رفع يديه تائبا تاب الله عليه، ومن تاب الله عليه. والحديث ما التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث حسن الألباني، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. وهذه كما قلت من الرجاء بمكان، يعني كل ما يكون المرء قد تعدى فيه
من معصية وتعد وتجاوز وتجرؤ على الله جل وعلا، هذا لا يوقفه على عن التوبة. فإنه ما دام ما رفع يديه تائبا إلا الله يقبل منه، ما رفع يديه تائبا إلا الله يقبل منه. قال ما أنك ما دعوتني وأرجوتني غفرت لك ما كان فيك يا ابن آدم، إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة. شريطة ألا يكون قد أشرك. التوحيد هدام ليش؟ التوحيد التوحيد هدام لكل معصية، التوحيد مهلكة للمعاصي. فمن أعظم كفارات السيئات التوحيد. لذلك قال ابن آدم إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذه معناها أنك ولو وزنت الأرض كلية، لو وزنت الأرض كلية معاصي وانتشرت وعلت، فإن الله جل في علاه يغفرها لك إن كنت موحدا. قال ابن آدم إن تلقاني في الرواية الأخرى قال إن أتيتني بقراب الأرض خطايا فلقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني غفر لك بسبب التوحيد. وهذه إتمام التوحيد، إتمام التوحيد مهلكة للذنوب. لا إله إلا الله لا تزم معها شيء، رجحت كفة لا إله إلا الله. فكل المعاصي سجلات كثيرة من المعاصي والسيئات لم تزن مع كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وزنت ورجحت. إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا يا ابن آدم، إنك أن تذنب حتى يبلغ ذنبك على السماء. يا ابن آدم لو تأتني بذنوب الأرض خطايا أو بمن الأرض خطايا أو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه أيضا واقفة على أن العبد يسارع بالاستغفار ويسارع بالتوبة والأوبة، ينكسر لربه جل في علاه في هذا الباب. يعني فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول التوحيد، إذا جئت بالتوحيد غفر الله لك على ما كان منك ولا أتي إن أتيت بقراب الأرض خطايا أتاك بقرابها مغفرة، وأنك إن دعوت الله جل في علاه ورجوته وبلغ ذنوبك على السماء غفر الله لك ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه جل في علاه وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه جل في علاه. ولذلك نحن نقول بأن الأصل في هذا الباب أن المرء يسارع إلى التوبة وحسن الفيئة لله جل في علاه. وكلما سارع المرء إنه كان أوابا، إنه تواب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلما زل استغفر فيكون أحب الناس إلى الله جل في علاه. كما قال عبد قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. فما كان منك من معاصي ولو بلغت عن السماء فاستغفرت غفر الله لك، فدعوت قبل الله منك دعاءك. وقول لا أبالي لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أتى بقراب الأرض خطايا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رجل يقتل 100 نفس حتى الملائكة اختصموا فيه، قالوا قتل 100 نفس هو من أهل النار، وما قالك الرحمة تقول جاء تائبا، فالله غفر له كل ده. امرأة بغي سقط كلبا فشكر لها فغفر لها كل ما كان منها. لذلك قال ولا أبالي لا أحد يسألني، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه جل في علاه. الشرك لا الشرك لا جاهلا يغفل له الجاهل. نعم هذا مانع من إسقاط الحكم عليه. سيدنا لو وقع في شرك جاهلا يغفل له، لأنه لا يحاسب عند رب رفع علامات الخطأ والنسيان ومستكره عليه. فهنا الجهل مانع من سقوط الحكم على العين، لكن نحن نقول الذي وقع فيه كفر، فعل كفرا أو قال كفرا لكنه لا يقع عينا إلا إذا انطبق الوصف. نعم. وهذه هنا فيها سعة رحمة الله جل في علاه. ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة، ما دام موحدا لله جل في علاه. شوف العنان هذا السحاب، لو بلغ الذنوب جوازت الطود وذهبت إلى هذا العلو، مع ذلك يكون أيضا المغفرة له. قال ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وهذه فيها دلالة على فضل الدعاء، فضل الدعاء. والدعاء بوصف وهو التضرع والمسكنة. ما دعوتني وإيه ورجوتني مسكنة،
في هذا الباب. وفي الجبرية والروافض. وفي فيها الرد على الجبرية والروافض وعلى المعتزلة أيضا. نعم. وعلى المعتزلة أيضا في هذا المقال ولا أبالي. وهم يلزمونه استغفر الله إثابة الطائع وعقوبة العاصي. نعوذ بالله من غضب الله. فهو في رد على الجبرية ورد على المعتزلة القدرية ورد على الروافض الخبثاء. وفيها فضل التوحيد شيء. وفيها لا تستعظم معصية قط عند الله مهما بلغت، ما في ما تستعظم أي معصية. وقال على ما كان منك، على ما كان فيك مهما يكن يغفرها الله جل وعلا. وهنا بقى المسألة فيها تدريب القلب على حسن الظن بالرب. لازم الإنسان يكون حسن الظن بربه جل في علاه. المقصود الشرك الأصغر والأكبر الشرك ولا الشرك الأكبر؟ بالنسبة لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، الاثنين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لأنه قال شيئا، شيئا نكرة في السياق تفيد العموم. لابد ما يقع في الشرك. ولذلك لما قال الذين عملوا من يوسف إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قرابة مغفرة، أمن تام وهداية تام. فقالوا أينا نظلم نفسه؟ قال لا، ليس على ما تقولون، على ما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. يبقى لا تشرك بالله في المفعول، لا في المفعول. المفعول يؤذن بإيش؟ بالعموم. يعني شرك أصغر وشرك أكبر. لا تشرك بالله شركا لا أصغر ولا أكبر، إن الشرك الأصغر يكون في الصحيفة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله على العباد ومغفرة الذنوب. وهذه من أرجى الأحاديث لكل عاصي. يعني أنا أسعد الناس مثل هذا الحديث لأنني عاصي وأتمنى من ربي المغفرة. فمن أعظم ومن أرجى الأحاديث هذا الحديث. شكرا معذرك بس حتى يستبيد الأمر للإخوة أمثلة على الشرك الأصغر. قالوا رحمة أمه وشرف أبيه على ما أحلفونه أقسم بغير الله جل فعلا. استخدم الصفرة واتخذها سببا لدرء ودفع الحسد. قال لولا الكلب لسرق السارق. كل هذا من شرك الأصغر. تعلق القلب بالمخلوق، تعلق القلب بالمخلوق في السبب دون أن يتعلق طبعا. وأيضا استخدام سبب لم يشرعه الله سببا يكون من شرك الأصغر أيضا. نهيك على يسير الرياء، يسير الرياء من شرك الأصغر أيضا. نعوذ بالله من غضب الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.